طيب ايضا يعني بستعرض مع حضراتكم باقي تصريحات جوميزيه. هو كان اتكلم تحديدا على السوبر الافريقي مع نادي الاهلي، اتكلم كمان على التصفيات الافريقيه، نادي الزمالك يلعب في الكونفدراليه الافريقيه في الموسم المقبل، واخيرا اتكلم على السوبر المصري، وكان واضح ان هو قال موقف نادي الزمالك غير محدد بعد باللعب، هو بيتمنى اكيد ان هو يلعب ولكن هينتظر، ولكن لما اتكلم على التصفيات الخاصه او الدور التمهيدي يعني في بطوله الكونفدراليه الافريقيه قال ان هو حابب برضه يركز ويبدا بشكل قوي. كابتن ايهاب، يعني مدير فني اللي يبدا يبقى حاطط اجندة كده ويبدا مرتب اوراقه ما بين الراحلين ما بين الصفقات اللي عايزها ينسقها مع مجلس اداره ناديه طبعا، بالاضافه الى البطولات، لان هنا انا بتكلم على هيبقى عنده بطولتين سواء السوبر او السوبر الافريقي يعني، فبالتالي بطولتين مع بطوله كاس، فممكن يزيد غلته من البطولات مع نادي الزمالك. هو حقق بطوله واحده فقط الكونفدراليه، يبدا يطمع، بس واضح ان هو منظم شويه. انا يعني انا بيعجبني تصريحاته دايما، يعني تصريحاته تحس اللي فيها عقلانيه شويه ومنظم جدا في شغله وبيبص للمستقبل بشكل منظم جدا. معاه كل بتفق معاك بشكل كبير في المرحله اللي جايه، محتاجه فعلا تنظيم لنادي الزمالك، محتاجه ان انا اريح العناصر المهمه والمؤثره عندي اللي عملت لي اضافه الفتره اللي فاتت وفرقت معايا بشكل كبير جدا في البطولات او في بطوله الكونفدراليه وفي الدوري الممتاز. كمان هو محتاج يدي فرص اكتر لقطاع الناشئين، لان برضو قطاع الناشئين، وركز اكتر، انا بتفق مع كابتن جمال في قصه 2003 اكتر، لان 2003 هم خلاص هو يا موجود في النادي يا مش موجود وهيقيد كلاعب فريق اول. ممكن كمان يا كابتن جمال استخدمه في صفقات تبادليه، ممكن استخدمه في يعني اديله فرصه اعاره مع في دوري المحترفين في فرق صعد حديثا للدوري الممتاز، هياخد احتكاك، هيرجع لي بعد موسم او اتنين عنده أفضلية، عنده الجاهزية أكتر، عنده احتكاك، عنده خبرات، وده حصل كتير جدا في نادي الزمالك، وكان المثال الأكبر فيها كان مصطفى محمد. مصطفى محمد كان طالع من قطاع الناشئين لكن أنا بتكلم على الإعارات يا كابتن. ما فتوح طلع إعارة مرتين بس أنا بتكلم في الناحية الهجومية عامة. ماشي، يعني أنا بتفق مع حضرتك في فتوح، ومصطفى محمد ده كان بالزبط. مثال واضح لما راح الداخلية وراح طنطا رجع لنادي الزمالك ومنتخب يعني فيرود منتخب مصر. فهي دي الاحتكاك هيفرق مع اللعيبة دي، فدي الفرصة أو الفترة دي فرصة للراجل اللي هو يشوف اللعيبة دي العناصر اللي هتقدر تكمل معاه، ومش شرط من كل العناصر دي كلهم هيكملوا، لا انا عايز ممكن اتنين او اتنين لعيبه بالنسبه لي كملوا مع الموسم الجديد مع فريق نادي الزمالك. دي صفقتين جداد مجاني، يعني صفقتين مجانا للفريق الاول نادي الزمالك، بدل ما ادور على صفقات بره بملايين، لا انا عندي يعني قطاع من الناشئين كويس جدا، عندي لعيبه مميزه خاصه فرقه 2003 فاقدر ابص عليها بشكل مميز في الفتره دي. النهارده كنت اتمنى كمان ياخدوا وقت اطول، يعني النهارده في الماتش مع العناصر الكبيره اللي موجوده كان لازم ينزل برده، يعني ايشو او محمد صلاح زكي ينزلوا شويه بدري، يعني ينزل مثلا من الدقيقه 70 كان يقدر مع العناصر اللي موجوده هيقدر يشيل، نقدر نشوف العنصر ده مع العناصر المميزه هيقدر يدي نادي الزمالك ولا مش هيقدر، لكن نزوله كابتن جمال في الدقيقه 90 مش هيلحق يعمل حاجه. لكن الفكره لازم تبقى كده، الفكره ما يبقاش ان انا اضحي بكل المجموعه مع بعض واقول لهم اتفضلوا العبوا وانا حاططكم تحت الاختبار وتحت المنظار عشان تأدوا لي اداء بشكل كويس، لا ده بيبقى صعب جدا على اللعيب ان هو بيلعب كمان منافسين. يعني البلديه المباراه اللي فاتت كان عنده هدف، كان عنده طموح اللي هو يبقى في الدوري الممتاز، فكانت مباراه مش سهله على الولاد، كمان بيتحطوا في احتكاك، فهي دي برده اللي هتطلع اللعيب اللي هيقدر يتحمل الضغط ويقدر يتحمل شخصيه نادي الزمالك ولا لا.